ميدان العتبة، واحد من أهم المراكز التجارية في مصر. كان زمان اسمها العتبة الخضراء زي فيلم إسماعيل ياسين، ودي ليها حكاية قديمة ترجع لحوالي 400 سنة فات لزمن المماليك، لما الحاج محمد الدار الشرايبي بنى سرايا العتبة وباعها بعدها للأمير رضوان كدخد، وفضلت السرايا تتنقل من مالك للتاني لحد ما وصلت للخديوي عباس باشا حلمي، تالت حاكم في أسرة محمد علي، اللي استلمها متزينة برخام أزرق لكن كان بيتشائم من اللون الأزرق، فقرر إنه يهدها ويوسعها ويبنيها من جديد ويعمل لها عتبة خضراء، ومن يومها بقى اسم القصر والميدان العتبة الخضراء. وزي ما العتبة سوق تجاري كبير، هي كمان مركز ثقافي كبير، لأن فيها المسرح القومي ومسرح الطفل وشارع محمد علي وسور الأزبكية، وبتضم كمان ميدان الأوبرا اللي فيه تمثال إبراهيم باشا وشارع الأزهر الشريف، والأسواق بقى المسكي وشارع عبد العزيز وممر الساعات المشهور قوي وسوق الورق وسوق النظارات، وأي حاجة أنت عايزها في أسواق العتبة هتلاقيها. مين بيجي لك يا أشود مناسبات؟ بيقولك مخصوص أكيد. اللي محتاج يصلح حاجة مش قادر يصلحها في أي حتة بيجي لي يعني. أيوة، ما أنا جاية لك أهو بحاجتي. أنا عندي قطع غيار من أيام جدي، فتخيلي حضرتك من 1903 لحد النهاردة قطع غيار لسه أدراج مليانة قطع غيار، واللي بنحتاجه في الجديد بنشتريه. ده أنت ممكن ناس تجيب لك من بره ساعات تصلحها لو كده. ده بيحصل. بتصلحوا ساعات الميادين العامة؟ آه. إيه الساعات اللي صلحها؟ صلحنا في التسعينات الساعة اللي في القلعة. أوكي. قريب صلحنا الساعة البريد، المكتب البريد الرئيسي اللي هي شغالة دلوقتي. آخر حاجة صلحنا كانت الساعة اللي في الأزهر. أغلى ساعة بكام دلوقتي يعني؟ لا ده مفتوح خالص، مفيش سقف للموضوع ده. فعلاً. ساعات السويسرية في منها أرقام غريبة جداً يعني. أنا سمعت إن في ساعات مثلاً ممكن توصل لنص مليون جنيه. واكتر كمان لو ساعة قديمة، ساعة بتاعت الملك فاروق باتيك فيليب القمرية فيها كالندر مخصوص، دي اتباعت بره بسبعة تمانية مليون دولار. بس عشان هي باتيك فيليب قديمة ولا عشان هي ساعة الملك فاروق؟ الاثنين. يبقى صاحب الساعة بيزود قيمة على الساعة. طبعا اكيد لو صاحبها مشهور طبعا يزود القيمه. بتشتري ساعات ساعه من زبون قديمه قوي تعجبك؟ لو عجبني لو عجبني بشتري، عشاني انا عشان بحب الساعات القديمه. انت لابس ساعه دي بتاعت واحد صاحبي بصلحها له فبجربها فلابسها في ايدك. لكن انت دايما لابس ساعه ومظبوطه؟ لا مش دايما لابس. زهقت. صانع الساعات زهق من الوقت. هنعمل ايه بقى؟ لا. مش ما بحبش حاجات عليا، ده حتى الخاتم ده لابسه بالعافيه. بقالي 40 سنه لابسه كفايه قوي يعني. انت متجوز بقالك 40 سنه؟ 39. 39. لا اسف 29، اسف 29. انا قلت انت اديتها 10 سنين، انا حسبت في النص. 29 انا اسف. 29. ايام بتجري. ولادك ما فيش حد منهم عايز يطلع في الساعات؟ لا برضه نفس المشكله، كل واحد في اتجاه تاني.